إذن مات ريان. الحمد لله. مات الريان. إكرام. نعم حازم، رأيت الموقع المدني، لكن ما سمعته الآن منكم أن ريان قد توفي. نعم مات ريان ولم يعد مرة أخرى ينير حياة والديه، والعالم الذي كان ينتظر ريان أيقونة الإنسانية التي اجتمعت كل الأقطار حول العالم حول قضيته في متابعة لقصته. هل ترصدين لنا ردود الفعل الآن الأولية إكرام؟ ربما أنا الوحيدة التي تعرف هنا في هذا البيت هذا الخبر. لا إله إلا الله. للتو عرفت أن إلهي سبحانه وتعالى يا كل إبا نعم أفسدي سقيني من وأقول أنتي، لكن رنتي وأقول دلالي عفوا على رد الفعل، لكن خوف إلهي الدليل عدنا ولكن تعالى على العكس تماما، حتى نحن في الاستديوهات هنا أعصابنا مشدودة والمشاهدين أيضا الدموع الحزن في كل مكان فدوى. والدين تجي حكور الجوين عيني نقصها نقضى سبا النور، لكن هم كيبور دنتي سبا دنتي أقول كلا إيسا صار النسوة عرفنا بالخبر هنا صدمة قصة طول مسلم من جيد كسوفا ما وحا قوين الله يمروها إن لا سبا النور لا إيسا صار، لكن تاسم ما يسمون قول دنتي عن الله سبحانه وتعالى والدنتي دلينا حكا سمر سيئ سبا دنتي عميش اللي إيسا صاري إنا لله وإنا إليه راجعون.